13 حتى الآن. طبعا هتنتهي مباراة اليوم بمباراة الزمالك والإسماعيلي طبعا اللي انطلقت منذ قليل. خليني سريعا واحنا بنتكلم كده على زعيم الثغر الاتحاد السكندري زي ما بيقول سيد البلد، اروح سريعا للحاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد. تحياتي ليك الحاج محمد. انت محمد ازي حضرتك؟ تحياتنا ليك وسعيد وحشني طبعا، سعيد ان انا اكون بسمعك النهارده. شرف ليا يا كابتن، حبيبي معزه كبير عندنا وعلى طبعا الاسكندريه كلها يعني. طبعا كابتن شريف عبد المنعم، طبعا كابتن ربيع ياسين كانوا لسه بيتكلموا، بيسلموا عليك طبعا في البدايه وكانوا بيتكلموا. محمد عبد المنعم ازي حضرتك يا كابتن؟ اتفضل يا فندم. ده حضرتك وحشنا. وحشنا يا كابتن شريف. كابتن ربيع ايضا. ازيك يا حاج محمد؟ كابتن عودتك مكسب كبير جدا لجمهور اسكندريه وفريق الاتحاد كبير بصراحه. ربنا يكرمك ويوفقك حاج محمد. لا هو في الحقيقه حاج محمد ملم بكل جوانب نادي الاتحاد السكندري وعارف هو يدير هذه المنظومه ازاي وبشكل مميز. انا واحد من الناس كنت موجود في التوقيت اللي حاج محمد مصلحي كان رئيس النادي فيه، يعني كانت حاجه مميزه جدا وكنا عاملين فرقه كويسه لو تفتكر حاج محمد في التوقيت ده. والله يا كابتن احنا يا ريت الايام دي ترجع تاني يا كابتن محمد. هترجع ان شاء الله في ظل وجود حضرتك. لكن والله كانت ايام جميله ربنا يخليك حاج محمد. كنت بتزود المكان بصراحه. ربنا يخليك حاج محمد. لكن احنا واحنا بنتكلم عايزين الاتحاد السكندري يبقى في المقدمة أو دائما موجود بشكل مميز. كابتن شريف كان بيتكلم هو عنده تخوف شوية في الفترة القادمة على نادي الاتحاد. لا عنده حق كابتن شريف، طبعا خبرته كبيرة عنده حق طبعا. نادي الاتحاد يعني في مركز طبعا يعني بيقلي طبعا، ولكن يعني وبالذات النتائج الغريبة اللي بنسمعها النهاردة يعني وليد يكسب النهارده مصر، يكسب أسطول، يكسب مقصر اللي كسب النادي الأهلي 3، يعني عارف أنت حضرتك يعني النتائج كلها مش لصالح النادي، ولكن يعني ولسه انا من وجهه نظري لسه بدري على الدوري. اه طبعا هو لسه بدري، هو دائما احنا بس عشان في انديه كده احنا بنحب انها تبقى في احسن حاجه. ما ينفعش يا استاذ محمد، الاتحاد اسكندريه ده لازم يبقى موجود بقوه زي السنه اللي فاتت كده. السنة اللي فاتت في اول الدوري كان داخل فوق في الاول اربعه موجودين على طول واحنا كلنا فرحانين ووجودك طبعا. بس انا عايزك تاخد بالك بقى من القصه، احنا مالناش دعوه بالحاجات اللي بتحصل. الاداء مش عاجبني، انا الاداء بصراحه مش عاجبني، مش مطمني. انت عارف احنا اسكندريه بالنسبه لنا معناها ايه؟ معناها انك انت تبقى موجود دايما في المقدمه ودايما بتأدي ماتشات كبيره. احنا لما بنيجي نلعب الاهلي بيروح الاسكندريه كلنا بنروح على اسكندريه عشان نروح نتفرج، يعني رايحين نلعب قوه مش صحيح. سهله صحيح. رايحين نلعب فرقه مش سهله. اتفضل يا حاج. ربنا يوفقك يا حاج وتقدر تدعم الفرقه. اتفضل يا حاج محمد. وتعمل الاداء اللي انت عايزه. بص يا كابتن شريف، طبعا انا طبعا بحترم وجهه نظر حضرتك، ولكن انا الفكره كلها يعني انا بقالنا اسبوع 10 ايام بالظبط كرئيس للنادي. صحيح. ولكن طبعا انا لا يمكن اتنصل عن المسؤوليه، انا دخلت المسؤوليه وعارف ان انا بعمل ايه، عارف ان الموقف نادي الاتحاد صعب، عارف ان السنه دي نادي الاتحاد يعني نقص 12 لعيب كان على مستوى عالي جدا، الفرقه ناقصه بعض اللاعبين، انت حضرتك لما بتتكلم على كاسونجو مش موجود، خالد قمر مش موجود، حازم امام، محمد سالم، عبد الرحمن فاروق، عندك فرقه كان محمود السيد حارس مرمى المصري، فبتتكلم على 12 فريق يعني قوام فريق كامل، واللي جم ما تعوضتش بشكل طيب. مطلوب مني ان انا في شهر يناير ان انا ادعم الفرقه، مطلوب مني ان احنا نجيب مدير فني. طبعا الكابتن محمد ابراهيم هو يعني شخصيه محترمه ومدير فني محترم، اتمنى له طبعا التوفيق بكره وان شاء الله يؤدي اداء طيب. بنزق محمد، طبعا محمد عنده شخصيه فعلا قويه جدا، ولكن انت في الاخر مطالب انت في شهر يناير والمعروض عندك كلاعبين مش كتير. انا كنت في اتصال يعني مرتين مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، والراجل طبعا يعني بيحب اسكندريه وادى يعني توجيهات او نوع من المرونه ما بينه وبين الكابتن حسام بدر والكابتن صالح حفيظ، وان شاء الله يكون في الاولويه نادي الاتحاد، ولكن برضو التدعيم مش هيكون زي اول السنه، ولكن ان شاء الله نعمل حاجه ويكون شكل نادي الاتحاد افضل في المرحله اللي جايه، وان شاء الله يعني واحده واحده الاتحاد ان شاء الله كابتن شريف يبقى ده اللي احنا متاكدين منه يا استاذ محمد. طيب. طبعا حاج محمد خليني اسالك الجزء الاداري بالنسبه لفريق الكوره، هل هيبقى في مدير كوره؟ بص يعني عشان اكون بس حضرتك، النهارده انا لسه كان من ساعه بالظبط كان عندي كفالي المدير الفني اللي ماشي من نادي الاتحاد، والراجل ماشي بصوره وديه جدا ويعني كان ليه مبلغ اخده وخلص وسافر بكره ان شاء الله يسافر فرنسا ومطع كل ورقياته، ولكن ما عندوش مشكله. ما يخش مدير الكوره، ما كان محمد ابراهيم كان قائم بعمل المدير الكوره مع المدير الفني كابالي، وكان ليه وجهه نظر. انا كنت شايف ان كابالي مش على المستوى اللي يليق بنادي الاتحاد،
وعشان كده كان محمد كان اول خطوه لما مشى الراجل دقيناه يبقى هو القائم بعد. لا هو كمان مدرب هايل كابتن محمد ابراهيم طبعا، من الشخصيات كمان المحترمه. برافو عليك، هو اشتغل فتره كبيره جدا طبعا مع كابتن طلعت يوسف وكان ادى ابن من ابناء نادي الاتحاد طبعا كمان. هو بالظبط كده، وكان كابتن النادي وانت فاكر كابتن محمد طبعا موجود في اسكندريه، هو كان كابتن النادي ومحمد يعني لا يعني مدير فني كل الدعم عنده. بقى كل الدعم فلازم ندعمه يعني لازم طبعًا. ندعمه في الفتره دي وان شاء الله نعمل حاجه كويسه، ولكن نادي الاتحاد يعني من حبنا وعشقنا لهذا النادي لا لازم نحن نعمل حاجه كويسه للنادي، النادي ده يعني افضله علينا على اسكندريه وافضله على ناس كتير جدا يعني. طيب حاجه محمد، في كلام من كابتن وليد صلاح الدين هو اللي ممكن يبقى مدير كوره في تفكير حضرتك انت، ما اعرفش صح ولا غلط. بص حضرتك كابتن وليد صلاح الدين من يعني من الناس اللي هي اشتغلت في نادي الاتحاد صحيح، وانا ما كانش ليا الحظ ان هو اشتغل في النادي وانا موجود ولكن ليه هو طبعا نجوميته عاليه جدا وكان عمل شغله كويس جوه النادي. معرفش بقى هيكون ارتباطاته ايه، انا مستني بامانه ان انا اخلص ماتش بكره بتروجيت. وعلى ضوءه ان شاء الله يكون في بعض الاتصالات مع بعض الناس، واتمنى ان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه بكره للنادي ان شاء الله. ان شاء الله لما تشوف جدول الدوري بعد المباراتين اللي حصلوا من شويه دولت صحيح، شوف الدوري بجد غريب شويه يعني، تكسب ماتش تطلع للتاسع او الثاني صحيح، تكسب ماتش الكويك ركبك فالموضوع يختلف، فاتمنى ان شاء الله يكون يعني نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. طيب بعيد عن كره القدم يا حاج محمد بقى، وانت فرصه وحضرتك متواجد معانا، نادي الاتحاد بشكل عام الشكل المالي الشكل الانشاءات يعني حاج محمد بيفكر فيه في الفتره الجايه ازاي؟ بص حضرتك انا يعني كان ليا لقاء امبارح مع الوزير المحترم خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وطبعا بالنسبه لانشاءات النادي في نادي جديد اتعمل للنادي حضرتك ما شفتوش يا كابتن محمد وكابتن شريف هو كابتن ربيع، كابتن ربيع عشان كان درب سموحه قبل كده فهو قريب من نادي سموحه تمام. حاجه محترمه جدا جدا جدا، ملاعب كوره جيمنيزيوم غرف خلع ملابس، كنا بنحلم نادي الاتحاد يكون عنده حاجه زي كده، اصحاب الجيل لم يتم افتتاحه بعد، ولكن ان شاء الله بعد 10 ايام يتم افتتاحه. انا هبعت لحضرتك على التليفون بتاعك الموبايل كابتن محمد الصور ويا ريت تعرضها على الجماهير، حاجه يعني ان شاء الله مشرفه جدا للاسكندريه، وهو في 5 فدادين كمان هيستكملوا خلال الفتره اللي جايه، يبقى النادي هتعمل له 13 فدان جداد خالص بملاعب مفتوحه، اكيد هتكون طفره انشائيه كبيره للنادي ان شاء الله. جميل يا حاج محمد، يعني طبعا بنبقى سعداء ان احنا نسمع النادي الاتحاد الشكل ده واللي هيبقى فيه بامر الله، سواء بقى الجزء الانشائي او الجزء الرياضي، يعني اكيد حاج محمد عارف كل محمد ده. انا عاوز قبل ما اقفل مع حضرتك بس اتفضل، يعني انا بص حضرتك يعني انا سعيد بالمداخله دي، احنا السعداء حاجة يعني اكتر بشعوركم انتوا الطيب كاهلاويه والله يا جت كده يا استاذ محمد، احنا حبنا الاتحاد اللي خلانا كلنا نتكلم يعني طبعا اضافه النادي الاتحاد يعني طبعا. عارف العلاقه الطيبه اللي بيننا طبعا يعني. طبعا حاج محمد اتمنى ان شاء الله تدوم العلاقه دي وتبقى الانديه كلها شعبيه كلها امين بشكل محترم يليق باسم مصر كلها ان شاء الله. اشكرك حاج محمد، بالتوفيق ليك ان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله. فريق نادي الاتحاد طبعا فريق كبير سبحان الله، ودائما بنسعد كابتن ربيع بوجود نادي الاتحاد بالشكل المميز. احنا لما بنروح استاد اسكندريه اكيد يا كابتن لما كلينا صورات وجولات بقى في اسكندريه جميل الاستاد، وتلعب كده مع جمهور قدام جمهور الاتحاد، خلي بالك كان جمهور الاهلي كبير على فكره.